كمان بتنضم لينا هاتفيا الأستاذة أحلام محمد والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز. أستاذة أحلام، برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين والمستمعين. أهلا بحضرتك. برأيك أستاذة أحلام، دعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة بتشوفيها إزاي في ظل الدعوات باستكمال مسيرة التطوير اللي بدأها الرئيس السيسي من أجل بناء الجمهورية الجديدة؟ حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له ويحفظ صحته يا رب، عمل دولة جديدة، عمل بلد جديدة، نهضة جديدة. يعني أنت عارف البلد كانت عشوائيات، البنية التحتية طبعا مرنا بقينا مدن في المدن، قضينا على عشوائيات، عملنا حاجات كتير. فعلا حصلت أزمة اقتصادية، يعني جات الكورونا في 19، جاء بعدها الأزمة الاقتصادية. مش معنى كده احنا نقف في نص الطريق، لازم نكمل، وهو بيكمل طبعا. ولازم الرئيس السيسي بقول لك عمل حاجات في فتره كانت تستحق العشر سنين، كانوا 40 سنه. واحنا شفنا التطور، اصبر معلش نتحمل، لان الظروف علينا العالم كله. واحنا رئيس السيسي ده احنا يعني مليون 100 مليون مصري، نقول لك كم مليون احنا معاك، وكلنا حاسين بالازمه الاقتصاديه. ولكن هنعمل ظروف كلها كده عالميه. انا اخواتي دكاتره بره وبيعانوا لان الازمه الاقتصاديه كانت على العالم كله. فاحنا بنستحمل وبنص ونصبر، وانا بحب رجال الاعمال الوقوف جنب بلدنا. ده الوقت اللي لازم نقف فيه جنب بلدنا، ده العمل الكويس اللي هيفضل لك ده الوقت انت تعمله لبلدك. ده الوقت احنا اللي كلنا لازم. رجال الاعمال والناس الكبيره والناس اللي مليارات، منين؟ ما من مصر. لازم نرد الجميل لمصر، لازم نقف جنب مصر كلنا. وطبعا انا الرئيس ده، الرئيس بيشتغل كل حاجه بنفسه. انا بشوفه النهارده هنا بيرتفع، النهارده هنا في اجتماع، النهارده هنا في لقاء. الله يعينه ويقويه. احنا زي ما حضرتك قلتي استاذه احلام، احنا زي ما حضرتك قلتي بالشهداء ورئيس عبد الفتاح السيسي، ده حقيقي. احنا وزي ما حضرتك قلتي احنا في وقت لازم نقف فيه جنب بلدنا. الاستاذه احلام محمد والده الشهيد النقيب محمود ابو العز، انا بشكر حضرتك جدا بكل تقدير لوجودك معانا.